Yes. First, I want to. Yes. First, I want to. أقول له بادي هذه بدء أن أشيد بالدور المهم الذي تلعبه مصر فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. فبدون إعلان القاهرة ما كان لذلك أن يحدث، وبدون الضغوط السياسية المهمة التي تمارسونها من خلال تحديد الخطوط الحمر ما كان لهذا الوقف، وقف إطلاق النار، أن يتحقق. فهذا شيء جديد، لأن الأمر الأول لوقف الحرب هو أن يتوقف القتال، وفي هذا يحدث في الوقت الراهن، ونرغب أن يستمر ويتماسك، وسوف يستمر طبعا بحسب القدرة المتوفرة لدى مصر والدول العربية أخرى لممارستها والتعامل مع ربما الطرفين أو طرف واحد. طبعا ألاحظ أن لدينا نافذة أمل ربما تسمح للشعب الليبي بالتوصل إلى اتفاق فيما بينهم، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا لتحقيق المستقبل. نحن نتشاطر طبعا الطلب مغادرة كافة المرتزقة ليبيا ووقف التدخلات الأجنبية في ليبيا وتدفق الأسلحة أيضا ومنح فرصة للسلام. وأعتقد أن فيما يتعلق بهذه القضايا تقوم مصر بدور لا يمكن لأي دولة أخرى أن تلعبه، ومصر بمفردها لا تكفي لذلك، فإن الاتحاد الأوروبي مساعد أيضا للمساهمة. وخلال الأيام الأخيرة زمت أيضا طرابلس وطبرق وأجريت مباحثات مطولة مع السيد عقيل صالح، وأعتقد أن نافذة الأمل هذه لا يمكن أن نضيعها، وأنا متأكد أن مصر والاتحاد الأوروبي سوف يعملان يدا بيد لأن يحقق ذلك. فريد من وكالة الصحافة الفرنسية. سؤال للسيد بوريل وسؤال آخر للسيد سامح شكري. ما مدى القلق الذي تشعرون به؟ ما مدى القلق الذي تشعرون به بتأثر المنطقة من الوضع في ليبيا؟ قالت الأمم المتحدة بالأمس إن حظر السلاح على ليبيا غير فعال، وهناك مقاتلون يتدفقون على ليبيا، وكذلك جماعة واغنر تقوم بشحن الأسلحة. إذن ما مدى القلق الذي تشعرون به إزاء تداعيات الأزمة الليبية وما يحدث فيما يتعلق بفرنسا واليونان وغيرها؟ للأسف لم أفهم السؤال جيدا، هل لك أن تعيد السؤال حتى لا ألجأ إلى استخدام جهاز الترجمة الفورية؟ التحديات الإقليمية من ليبيا، الواقع الليبي حاليا ازاي هيأثر على العلاقات في البحر الابيض المتوسط كما ذكرت. سؤال اخر، حضرتك قلت ان حقوق الانسان، حضرتك تحدثت مع وزير الخارجيه سامح شكري كاصدقاء، تقدر تقول لنا ايه مواضيع حقوق الانسان اللي حضرتك تكلمت فيها؟ شكرا. طرحت سؤالين أليس كذلك؟ فيما يتعلق بحظر الأسلحة، الحقيقة أن هذا الحظر لا يتم احترامه بشكل كامل. يمكن أن نقول أن لا أحد يحترم حظر الأسلحة هذا. نحن في الاتحاد الأوروبي سعينا لبذل كل ما نستطيع لتعزيز حظر الأسلحة من خلال استخدام قدراتنا، وأطلقنا مهمة إيريني البحرية والتي يمكن أن تراقب أيضا ما يحدث في الأجواء.
تفويض الأمم المتحدة لمراقبة حظر أسلحة يركز فقط على مراقبة بحرية وجوية، وهذا ما نقوم به، وقد أحرزنا بعض النجاح، فأن حيث من 500 عملية تمت، يعود الأمر الآن لمجلس الأمن للتعامل مع هذه المعلومة. من جانبنا نحاول أن نراقب حظر أسلحة قدر المستطاع، لكن نحن ندرك أن تدفق السلاح يتواصل باتجاه ليبيا، وطالما استمر ذلك سيكون من الصعوبة بمكان وقف القتال. بالتأكيد تحدثنا عن سياسة حقوق الإنسان، تعرفون ثمة سياسة أفقية تتماشى مع سياستنا الخارجية مع مصر ودول أخرى والجميع، وأدرك أن هذه مسألة حساسة، لكنني أعتقد أن ينبغي أن نتطرق إليها وأن نشير إلى مخاوفنا ونحصل على معلومات أيضا، لأنه أحيانا يتم تداول معلومات لا تكون حقيقية، وأعتقد أنه ينبغي علينا أن نواصل القيام في ذلك. كلما أقلقنا أمر أو صدرت بيانات في جنيف بطريقة نختلف بشأنها يجب أن نناقش هذا الأمر، وهذا ما قمنا به اليوم. وقد اتفقنا أيضا أن مجلس حقوق الإنسان عليه أن يعيد النظر في إعلان عام 2013 بشأن الوضع في مصر، لأن الوضع يعود إلى فترة قديمة ولا يعكس الوضع الراهن في مصر، وهذا ما سنقوم به أيضاً.